انت حضرتك بتتكلم تقول القنوات الاقليميه، وده يمكن الصراع المستمر بقاله سنين، امتى يتشال عن نقابه المهن السينمائيه حمل التلفزيونيين وحمل العاملين بالاعلام؟ امتى يا فندم يتم فصل الاعلاميين عن عن السينمائيين؟ السينمائيين؟ لا خلي بالك، انا لما بقصد القنوات الاقليميه بقصد اللي هم الاعضاء النقابه من المخرجين ومن كتاب السيناريو تمام، ومن المنترين. ما هي دي المعضلة، ان انت عندك مخرجين لا يحسبوا على السينما ويحسبوا على التلفزيون، ويحسبوا على التلفزيون ما يحسبوش على السينما، وموضوع التفرقة. وده كان يمكن من احد برضو الملفات اللي طبعا حضرتك صرعتها جامد جدا ايام ما حضرتك كنت بتشار على منصب النقيب، لان ده كان اول حاجة يقول لك هو مسعد سودة ماله، حضرتك قلت انا سينمائي واخرجته وكده، بس مسعد سودة ماله ومال السينما، هو اصلا تلفزيوني. ودي هي الصراع، والحل هو الاعلام، النقابة للاعلاميين. ماذا تم في هذا الشأن؟ وهل حضرتك شايف ان دي اصلا حاجة كويسة ولا لا؟ هقول لك، من ده من الملفات الشائكة. نقابة المهن السينمائية زي ما قلنا بتضم العاملين بالمجال التلفزيوني والعاملين بالمجال السينمائي، لكن أنا شايف إن هناك بعض الجهات بتبدأ دلوقتي تنظم مؤسسة مجتمع مدني تتمثل في نقابة للإعلاميين. أنا معرفش هي وصلت لحد فين، لأن أكيد هتبقى قانونها مغاير لقانون نقابة المهن السينمائية. هل هيتم ساعتها مثلا إعادة القيد؟ يعني هل هيتم ساعتها بقى يعني نشوف بقى مين بقى اللي المفروض يكون في نقابه الاعلاميين او العاملين بالتلفزيون، ومين المفروض يكون في نقابه السينمائيين؟ اصل هيحصل كالاتي، ده هيبقى بالتالي اهتمام اكتر على هذه الشعبه واهتمام اكتر بهذه الشعبه، هيكون موارد اكتر ده موارد ده. يعني هو مطلب اعتقد انه ايجابي، انا مش عارف انت رايك ايه. لا ده مطلب، انت لو كنتش نقيب النهارده هيبقى رايك ايه؟ مطلب ايجابي للاعلاميين بقى، الاعلاميين اللي عاملين اللي هم موجودين في مجالات اخرى. والسينمائيين لا، مش هيتشال عليهم كهل. لا 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 بالعكس، النهارده انت ما انا بقول لك مخرج السينما بيشتغل في السينما والتلفزيون، ما فيش مشاكل في نقابة المهن السينمائية في هذا الشأن. إنما هناك إعلاميين مطلوب إنهم يكون ليهم يعني إطار أو مؤسسي يقدروا يتقدموا من خلاله بمطالبهم واحتياجاتهم. ده هيبقى مختلف تماما عن نقابة المهن السينمائية. وهيكون موقف النقابة إيه بقى؟ لا هننسق معاهم، ولابد إن يحصل تنسيق علشان ما يبقاش فيه تداخل زي ما حضرتك بتقول بالظبط، هتمشي دول هنا وتجيب دول هنا. لا، هيبقى فيه تنسيق بين هذه المؤسسات وبين نقابة المهن السينمائية عشان في النهاية تبقى فيه كيانات تقدر تساعد أعضائها على احتياجاته. ماذا تعاني منه حاليا نقابة المهن السينمائية؟ لو حضرتك ما كنتش النقيب كنت قلت ان المشاكل اللي بتعاني منها النقابة سواء عموما او سواء حاليا دلوقتي، يعني يمكن في مشاكل خاصة بالأعضاء كثيرة اللي هم عندهم نزاعات في صرف مستحقاتهم من جهات الإنتاج. دي بنقدر نتغلب عليها، وقلنا ان هناك لجنة للطوارئ اللي بيرأسها المخرج عمر عبد العزيز، وفيها سامح سليم ويوسف شلال والزميل تامر حبيبي، يعني مجموعة، وشريف البوصيري، مجموعة كل يوم بنشتغل في المشكلات دي. لكن النهاردة الأعمال قلت، فالرسم النسبي قل، فالمشكلة ان انت دلوقتي عندك معاشات وعندك تأمين صحي، فده اللي كل شهر يعني مصدر الدخل اصلا في مشكلة قلت، وما كانش فيه يعني زي ما بيقولوا ايه، حبة تحت البلاطة. لا ما هو ما هو عشان كده احنا خلاص، يعني عارف ايه، عمال انت تطلع تخلص وخايف وخايف، فيعني ان شاء الله ربنا يسهل. بس حضرتك متفائل بشكل عام؟ الحمد لله. اتمنى لك التوفيق يا فندم. طب اوكي، دلوقتي اكيد في ظروف اقتصاديه وفي فيش فرص عمل متوفره، طب هل في خطه بديله النقابه بتعملها عشان توفر زي ما حضرتك قلت المعاشات والحاجات التانية؟ عندنا بدأنا نخاطب القنوات الفضائية علشان تشغيل الزملاء أعضاء النقابة عشان نقضي على جزء من البطالة اللي بتواجهنا. وبالفعل استجابت، يمكن قنوات فضائية مش عايزين نسرد أسمائها بتتعاون، بمجرد ما بنبعت لها خطاب وبنزكي حد بتبدأ تشغل. بدأنا ننشئ موقع إلكتروني وقناة فضائية على الإنترنت بنستخدم بها، فبرضك بعض زملائنا يشتغلوا فيها على أساس أنها تبقى نواة للقناة الفضائية في المستقبل. عندنا كان مشروعين، سينما كريم، وعندنا بعض الأماكن اللي هي في الأصول بدأنا نزورها ونعمل لها زيارة ونعمل دراسات علشان تقدر تعود تاني وتطلع تقدر كمان يعني تحقق عائد صحيح يساعدنا شوية في السينما. أي سينما ما بتخسرش، أي دار عرضها ما بتخسرش، تساعدنا شوية في الظروف اللي احنا صحيح. أستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين، كان معاك في كذا ملف الحقيقة، ولكنها كلها ملفات
تعني مش بس العاملين بالمجال لكن تعنينا كلنا، لان السينما زي ما احنا بنتكلم النهارده على التعليم كنا بنتكلم على القضاء، السينما والفن هو احد اعمده النهوض بهذا المجتمع. فاحنا بنشكرك على وجودك معانا. بشكرك جدا يا فندم على وجودك معانا. ان شاء الله باذن الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من نهارك سعيد، ونتمنى ان فقراتنا تكون عجبتكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد ويكون نهاركم سعيد على النايل لايف.